ما فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ بإسراع في وقت ممكن ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به؟ وهذه كانت ظاهرة حقيقة في بعض المؤسسات الدولة، سواء كان المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات الإدارية، يعني لا يحترم جميع الصلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل من أغلبية من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التنظيم النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس في سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد طريق استقلالية السلطة التي ينتمي إليها. إن هذه الضمانات سوف تتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. ومن هذا المنبر أطلب من الحكومة الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان.